بيبي بالحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق بيبي بالحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق وحيلة تكون عم نمشي على الأمل لكن نهايته لكن نهايته صحوة وضمير مقتول صحوة وضمير مقتول عم نمشي على الأمل لكن نهايته لكن نهايته صحوة وضمير مقتول صحوة وضمير مقتول صحوة وضمير مقتول يغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق وحيلة تكون يغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق وحيلة تكون يغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق الروتري شو بدي اخذ كمان خلاص يا عطيه هي لوازم الرحله كلها صارت جاهزه ماما مو عارفان شو بدي اقول لك بس خير حاسس اني ما راح اقدر اطلع معكم اوف ليش شو اللي غير عقلك لا حاسس حالي تعبان شوي يعني ما في اطلع حشتك هي ما اقنعتني امي اكيد في شيء غير عقلك ما في شيء صدقيني ما في شيء ماما بترجاكي بلا ما اطلع اكيد انا رح ازعل منك ورباب كمان رح تزعل منك رباب لا يا ستي اطمني رباب ما رح يهمها الموضوع بنوب انت هيك عم تظلم لرباب انت بتعرف يا امي انه رباب بتعزك وبتحترمك شوف اذا انت ما رحت بكره على الرحله انا مو رايحه كنت عارفاني حتوافق مساء الخير مساء النور مريد وين؟ قاعد جوا عم يحضر اغراض الرحلة مساء الخير بابا اهلين بابا شلونك؟ تمام الحمد لله انت ومين رايح رحلة؟ مع رفقاتي خلي واحد يغير جو شوي اذا سمحت لي روح غير جو ولا يهمك ماما لا تنسى تفقي لي بكير الله يخليكي تكرم عينك تصبح على خير بخير والله رباب انا راح احكي معك بصراحه اكثر انا حاسس يا رباب انه مشاعري واحاسيسي كلها معك رباب بترجاكي لا تتعبيني اكثر
مو معقول ابدا، لا يمكن. اعوذ بالله. لا يمكن، مستحيل. عدنان، خلقتوا شيء؟ وليد، ليش هيك ابوك طلع مثل المجنون من البيت؟ بسرعة بسرعة الحقوا ليقوم يعمل حادث. يا رب يا رب دخيلك كل العوائل سليمة يا رب. وليد لقيته؟ اختفى فجأة وضع مني. وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ يا رب يا رب تلطف يا رب. أرجوك بدي نتيجة بسرعة. وليد اتصل بالمصنع، بركي راح لهونيك. شو بده يساوي بالمصنع بالليل؟ أصلاً ما في حدا غير الحراس. يا أخي اتصل، ما لك خسران شيء، بلكي صار شيء مشكلة. اتصل وليد اتصل معلش. طيب.
تفضل استاذ. جلك مساجل خلص لك اياها بسرعه. عدنان شو صاير؟ شغلت بالنا عليك. Thank you.
معقول؟ معقول ما تكون ابني يا وليد؟ معقول؟ انت الشيطان، بعدين كيف تتجرأ وبتقول انه لك حق عندي؟ ها؟ بعدين انو حق اللي عم تحكي عنه؟ يا اخي حرام عليك، كيف بدك يعني انسى حق نعيم ومرته وابنه؟ شو نسيت اني انا اللي كنت السبب في ضياع حقهم؟ يا اخي حرام عليك، شو انت ما عندك قلب؟ الله لا يسامحك يا عدنان، الله لا يسامحك لا دنيا ولا اخره. سامحني يا رب، سامحني يا رب. وهي سويت لك القهوة بإيدي. عدنان شو بك؟ احكي لي، افتح لي قلبك. عدنان ليش هيك عم تطلع فيي؟ كأنه في شيء. ولازم اعرفه. طيب شو هو؟ قلي، بجوز اقدر ساعدك. ارجوكي ارجوكي تركيني لحالي. عدنان حبيبي. بس كتي. عدنان ليش هيك عم تعاملني؟ والله حرام عليك، عم احكي معك بكل لطف وإنسانية، هذا جزائي لأني خايفة عليك. أنت خايفة علي؟ من إمتى؟ من إمتى؟ الله يسامحك. على كل حال إذا ما بدك تحكي معي، اطلع على الصالون احكي كلمتين مع أولادك وطمنهم. لا هدول مو، اطلعي اتركيني. طيب يا عدنان أنا شو ذنبي؟ شو ذنبك؟ وأنا شو ذنبي كمان؟ قلت لك أرجوكي أرجوكي تركيني لحالي. الله يسامحك يا عدنان. لك 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 أنت شو؟ شو؟ لك أنا أم ولادك. بس أنا مرتك اللي بتحبك وبتخافك. طاير طاير برا برا برا.
وليد، يا وليد. يلا قوم حبيبي، صارت الساعة 6 يا دوب تلحق الرحلة. صباح الخير ماما. صباح النور. خير ماما، شو بكي؟ لا ما في شيء، سلامتك. بابا كيفه؟ منيح. ماما بصراحة ما بفكر روح الرحلة، خاصة بعد ما شفت حالة البابا امبارح. لا تحكي لها، هو قال لك روح غير جو. ايه صحيح، بس حاس ان لازم يكون جنبه وما فارقه. الله يرضى عليك يا ابني شوحن، ان شاء الله من هون لترجع بتكون تحسنت الامور. يلا بقى قوم بلا كسل، البس اواعيك لبين ما جهز لك الفطور. لا لا ماما يسلم ايديك، ما في داعي، ما لي نفس. يلا قوم البس. ماما أنا طالع. باب غرفة المكتب؟ إيه. ما قالوا بالعادة يصحى بكير؟ يعني امبارح بالليل وهو بالغرفة؟ هاتي أنا باخذ الأول. توقعت انك تكون هون. صباح الخير. صباح النور. تفضل قهوة. شكرا بابا، مالي نفس. خير بابا؟ يعني ما راح تحكي لنا شو صاير معك امبارح؟ ما في شيء، تعبان شوي بس. أرجوك يا بابا احكي لي. خلص قلت لك ما في شيء. وأنا كمان ما راح روح الرحلة. لا روح وغير جو شوي. معقول روح وأنت بالحالي هاي؟ أنا رح ضل جنبك. لا بابا، أنا بحاجة إني أكون لوحدي شوي. روح أنت معلش. بابا أنا مشغول بالي عليك كثير. أنت لهلأ ما نمت، معنى ذلك إنه في شيء كثير مهم. بابا خلص، قلت لك روح الرحلة. إذا ما رحت رح أزعل منك أنت كمان. ها؟ رح أزعل منك أنت كمان. معنى هالحكي إنه في شخص تاني زعلان منه. بابا أرجوك، أنا ما حتى صغير. بابا أنا بحبك وبخاف عليك. احكي لي، اعتبرني صديقك واحكي لي. وإذا كنت خايف على أسرارك، بعدك وعد رجال إن يكون سرك كبير. ويا سيدي أنا كمان رح أقول لك الأسراري. بابا أنا مو بحاجة إلك كأب بس، أنا بحاجة إلك كصديق. خلاص أنا قلت كلمة ولازم تنفذها، يلا روح على الرحلة. حاضر. خاطرك أبو وليد.
صباح الخير نادرة. لازمك شيء قلي نادرة. انا ما بقى. ما رح تروحي على الجامعة؟ سوري بس هي الليلة بس. فوت افطر قبل ما تروح. يلا مستناك بالسيارة انا. فوت افطر. يلا يا نادرة عجلي مشان ابوك ما يعصب. شبك بابا؟ تعبان شيء؟ لا ما في شيء ابدا. طب اعطيني تفتح لي؟ لا بعدين بتشوفي. يلا امشي بابا امشي. يلا شو يا سرحان؟ نعم. اللي بيشوفك على هالحالة بيقول إنه هي أول مرة بطلع فيها حديد. يلا بسرعة شوي، استعجلهم لأنه عدنان بيك له بالعادة يجي على المصنع نهار الجمعة. أوام أوام. يعني بدك يعني نروح هلا؟ ولك إيه إيه، وبعدين بكرة نتقابل بالعنوان اللي أعطيتك إياه. يلا الله معك. أوام أوام. طيب، بس المهم عندي إنه الحديد يتنزل اليوم برشة عيادة، ما بدي تأخير. طمن طمن ولو طمن. اسمع، المرة هاي سمحت لك إنه قلبك يكون خروق،
بس المره الجايه بدي قلب حديد. ها اوكي حاضر اطمن خاطرك. الله معك. مع السلامات. مع السلامه. تاري ناجح ماله قليل، معناتها بيلزمني ولازم صادقه ولازم اعرف السر اللي مخبي عني، ولو انا سرحان ما لي سهيان.